ثم قال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن، والشأن هو الأمر المهم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، أي في أمر عظيم سبحانه وتعالى. قال: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وذلك لكمال علمه وكمال سمعه وكمال بصره سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى. وإذا قال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا كان الله تبارك يعلم كل طائر يطير، وكل دابة تمشي، وكل ورقة تسقط، وكل ما يكون في باطن الأرض، وكل ما يكون فوق الأرض، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى، ألا يعلم سكناتنا وحركاتنا وأقوالنا وأفعالنا بلى إنه يعلم كل شيء. وإذا قال: إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذا هنا يقول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا، نراه نسمعه نعلمه، إذ تفيضون فيه. تفيضون أي تبدأونه، تقولونه وتكتبونه. والأصل في الإفاضة يعني الإسراع في الشيء، ومنه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج. إذ تفيضون فيه تتكلمون تفعلون تخوضون تظهرون، كل هذه الأشياء من اختلاف التنوع كلها تدور على معنى واحد، وهو كمال علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغيب عنه شيء. وإذا ختمها بقوله سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة الصفراء، وقد تكون حمراء، هذه هي الذرة، مثقال الذرة. الذرة هذه لو مشت على يدك لا تشعر بها لخفة وزنها. الله تبارك وتعالى يقول: لا يعزب، أي لا يغيب عنه مثقال هذه الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هذه النملة الصفراء الصغيرة التي لا وزن لها عند الله معلومة سبحانه وتعالى، ما يعزب عنها، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقرآن قد جاءت كثيرا، قرآن وقرآن، قرآن وقرآن، ولا يعزب، ولا يعزب بضم الزاي أو كسرها، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أيضا فيها قراءتان، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالضم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.